السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم فيديو لأي حد مهتم بإزاي يقدر يحسب سحب عداد الكهرباء في البيت، تمام؟ يعني أنا عندي عايز أعرف عداد الكهرباء اللي عندي ده أحسب أحمالي عشان إزاي أعرف أنا هدفع فلوس قد إيه، وهنتكلم على شوية نصايح كده في آخر الفيديو على إزاي أقدر أرشد استهلاكي في الكهرباء، وبعض النصايح عن خبرة يعني وعن تجربة إزاي أنا أقدر أحسب إزاي يعني أقدر أحسب الأحمال اللي موجودة عندي في البيت، أشغل السخان إمتى، أشغل التلاجة إمتى، أسيبها شغالة ولا لأ. بعض النصايح إن شاء الله تابعونا في الفيديو لغاية نهايته عشان نتعلم مع بعض الموضوع ماشي إزاي. يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إحنا النهاردة يا جماعة جبنا لكم مخطط صغير كده لشقة، حضرتك لو موجود في البيت عندك عايزك هتقف في أوضة أوضة وتعد الحاجات اللي موجودة فيها، وبناء عليه هتعرف الأوضة دي الأحمال فيها قد إيه. هنا عندنا ده الدبليو سي، عندنا المطبخ، في عندنا صالة، في دي طرقة، أوضة أطفال، أوضة سفرة، أوضة نوم، تمام؟ أي حاجة كهربائية موجودة عندنا في البيت لازم نركز على كلمة الوات، تمام؟ الدبليو اللي موجوده دي، الوات ديت يعني دي قدره الحاجه اللي انا هجيبها. ما حضرتك لما تروح تشتري سخان من اي محل بره لازم تعرف قدرته قد ايه، هتشتري ثلاجه تعرف قدرتها قد ايه، هتشتري ميكرويف تعرف قدرته قد ايه، حتى لو انت جاي تشتري لمبه عاديه لازم تعرف قدرتها قد ايه. ايه اللي يلفت نظرك في اي حاجه كهربائيه؟ الوات، كلمه الدبليو اللي هي موجوده ديت. طيب اللمبه ديت كام وات؟ 15 وات. يعني انا لو عندي نجفه فيها خمس لمبات زي ديت يبقى 5 في 15 هتعمل معايا 75 وات ساعه. اي وات هنتكلم فيه يبقى بنتكلم في الساعه، يعني قدره الحاجه اللي موجوده عندي في البيت في الساعه. طيب يعني ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ تعالى نمسك عندنا الدبليو سي او الحمام، تمام؟ عندنا الحمام لو بصينا في مكوناته هنلاقي لازم يبقى فيه سخان، هنلاقي فيه شفاط، هنلاقي فيه سوكت مثلا لو انا هشغل اي حاجه موجوده في الحمام عندي، هلاقي فيه الابليج او اللمبه اللي هي موجوده في نص الحمام اللي بنور بيها، تمام؟ طيب السخان لازم تروح تبص عليه، انا هنا مديله مثل اللي هو شغال معايا ب 1500 وات. الشفاط انا مديله مثل، كل الارقام دي اقرام تقريبيه، ممكن يبقى انت عندك سخان 40 لتر 60 لتر 80 لتر وات ايفر ايه اللي موجود عندك، بس اهم حاجه هتبص على المكتوب عليه، هتشوف مكتوب عليه 1500، هتلاقي الشفاط 40، هتلاقي السوكت 40، هتلاقي اللمبه اللي هي موجوده عندك 20 زي ما احنا شفناها دلوقتي. طيب المطبخ نفس الاحمال بتاعته، كل مطلوب منك بس انك تقف في المكان ده وتشوف ايه المكونات الكهربائيه اللي موجوده عندك وتبدا تحسبها. التلاجه اللي موجوده عندك كام وات، الغساله اللي موجوده عندك كام وات، لو في مايكرويف عندك في المطبخ كام وات، البوتاجاز، الشفاط، ولمبه المطبخ، نفس الكلام في الطرقه ونجفه الصاله مثلا لو فيها خمس لمبات يبقى وقدره اللمبه 20 وات. نبدأ نحسب على هذا الأساس، وبرضه نفس الكلام في الثلاث أوض. طيب أنا لو هاجي ماسك ورقة في إيدي زي دي كده هجمع فيها محتويات الحمام، في النهاية هيطلع لي رقم اللي هم هلاقيهم يعملوا معايا 1600 وات، دي محتويات الحمام. محتويات أوضة النوم طلعت 1460 وات، محتويات اوضه السفره طلعوا 120 واط، هي نجفه مثلا لو ركبت فيها اتنين سوكت او كده، تمام. هبدا اجمع احمالي زي ما انا كاتبها كده، في النهايه هيطلع توتال البيت كله على حسب الامثله اللي انا ضاربها مثلا 7000
820 واط، او عشان يعني نقرب الحساب هنقوله هتطلع 8000 واط. 8000 واط ديت يعني الكيلو الواحد كيلو بيساوي 1000 واط. انا بس بحسبها للناس كلها عشان خاطر يبقى الموضوع واضح بالظبط. الكيلو 1000 واط. طيب انا عندي هنا 8000، يبقى انا ساحب قد ايه؟ 8 كيلو في خلال قد ايه؟ خلال الساعة. يبقى انا لو كل الشقة دي شغالة عندي هسحب 8 كيلو في الساعة. يبقى لو انا هشغل الاحمال دي كلها طول اليوم، تمام، هنقوله مثلا في 12 ساعة، يبقى هضرب 8 في 12، واخد بالك انت، هيطلع لي مثلا 102 96 مثلا، يبقى انا عندي 96 كيلو. تمام، هو ده اللي انا عايز اوصله لك. يبقى انا بسحب 96 كيلو في اليوم، تمام كده. يبقى هضرب ال 96 دولت، ولنكن اللي هي تقول 100 عشان بس سهولة الحسابات، 100 في 30 يوم، يبقى هيطلع لي ننزل الصفرين، هيبقى 3000. يبقى انا كده بسحب 3000 كيلو في الشهر. انت بقى اكيد مش مشغل كل الحاجات اللي موجودة في المطبخ، ولا كل الحاجات اللي موجودة في الحمام، ولا كل الحاجات اللي موجودة في اوضة النوم. انا بس حبيت احسب لك الحسبة دي عشان كل واحد فينا ممكن يخش شقته كده ويقف في نص الأوضة ويحسب الأحمال اللي موجودة، يبص على كلمة الوات زي ما احنا اتفقنا اللي بتبقى موجودة الكهربية دي، كلمة الوات ديت موجودة على أي جهاز كهربي. في بعض النصايح عايزين نتكلم فيها اللي احنا بنقع في أخطاء كتير ممكن تخلينا يعني نزود استهلاك الكهرباء عندنا. أولها ان انا ممكن بدل ما اجيب لمبات تنجستاين او اللمبات اللي هي اللي بتبقى القديمه بتاعت زمان، او حتى اللمبه النايلون او اللمبه الفلورسين، لا انا ممكن اغير الحاجات دي كلها بلمبات ليد. تمام، وفي عندنا الليد وبتدينا اضاءه كويسه في الاوضه. ايه اللي يخلي الاوضه تديني اضاءه كويسه؟ ان انا اعمل الجدران بتاعتي الوان عاكسه. تمام، ما انا ما اجيش احط الوان غامقه واجي اقول بعد كده الكهرباء كتير. دي نصايح يا جماعه من الخبره، لازم حضرتك تستغلها عشان خاطر تبقى توفر في الكهرباء كتير معاك. استغل ضوء الشمس اللي داخل لك في البيت باستمرار، تيجي على اللمبات مثلا كل شهر تبدا تنظف اللمبات من الاتربه اللي عليها. لو عندي لمبه في البيت ولا نجفه ابدا انظفها باستمرار. تمام، اركب مفتاح الكهرباء في مدخل الاوضه بدل ما انا احطه وانا داخل انور وانا خارج اخرج منه. باب الثلاجه ما سيبهوش مفتوح مده طويله. تمام، خطا شائع جدا ان انا افصل الثلاجه وارجع اوصلها تاني، افصل الثلاجه وارجع اوصلها تاني. لا، المفروض ان الثلاجه فيها ترموستات اول ما بتحقق درجه حراره بتبدا هي تفصل لوحدها، وده بيبقى افضل طبعا. الشاحن بتاع التليفون، الراوتر، اللابتوب او الكمبيوتر، ما سيبش الحاجه دي واصله باستمرار في الكهرباء، كل ده بيسحب مني كهرباء. يا رب يا رب اكون افدتكم. نسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.